نتأسى بأخلاقه. أول حاجة الرحمن قال عليه إنك لعلى خلق عظيم. وإحنا دلوقتي ما أحوج إن إحنا نتكلم عن الأخلاق، لأن الأخلاق دلوقتي بتتوارى، أصبحت تتوارى، أصبحت عاملة زي التراث اللي إحنا التراث بقى. يعني كان زمان الناس بتحترم بعض، كان زمان الصغير ما يحطش رجل على رجل قدام الكبير، كان زمان الابن يحترم والده. كان أصبح الأخلاق أصبحت تراث، أصبحت حاجة عجيبة. فإحنا بندعو في اليوم المبارك ده في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود لنا الأخلاق والتراحم، التراحم بين مسلم مسيحي يهودي. لو نشوف نماذج من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام إزاي كان بيتعامل مع الفقير ومع الغني ومع ابن القبيلة والإنسان العادي ومع المسيحي ومع المسلم ومع الكافر، كان بيتعامل معهم إزاي؟ نتأسى بيه ونتعامل مع بعض كده، لأن إحنا إنسان كلنا من روح ربنا، مفيش حد، ربنا خلقنا من نفخة ومن تراب من آدم، إحنا كلنا في الأصل نرجع لأصل واحد من الله، وخلقناكم من نفس واحدة، مفيش لا ده فلان ولا ده. المفروض إن إحنا نكون ده هو المفروض بتاعنا. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية، طبعاً إحنا عارفين السيرة دي عبارة عن تسجيل تاريخي لشخصية من الشخصيات زي عنتر بن شداد، البطولة والحب والرجولة والفروسية، سيرة ابن زياد الهلالي، دي أهم شخصيات وجدت في التاريخ، ولكن شخصيات تاريخية ذكرها التاريخ. سيدنا رسول الله وآل البيت السيرة مرتين، سيرة تاريخية اللي هي مخروزة من القرآن والسنة، والسيرة الشعبية. السيرة الشعبية اللي هي عبارة عن إيه؟ عن المعجزات اللي سبقت ميلاد الرسول، واللي في ميلاد الرسول ونسبوا حواليها مزجوا الأحداث التاريخية اللي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة بحكايات شعبية. احنا هنتكلم عن المعجزات اللي سبقت ميلاد الرسول. اولا سبقته بقبيلته، دايما وجد في صراع ما بين قوتين، قوه الرسول عليه الصلاه والسلام والدين، وقوه قريش والكفر، فاصبحوا متصارعين على بير زمزم وعلى الكعبة وعلى المناطق اللي هي كانت موجودة عندهم. كان في صراع ما بين الرسالة الجديدة وما بين بقائهم على الأصنام. فالخيال الشعبي هنذكر بعدين مزج ما بين الخيال الشعبي وأخلاق الرسول والحكايات والمعجزات، خدها برضه من القرآن من الحكاية. يعني مثلا يقول لك ميلاد الرسول قبل ما يتولد عرش كسرى تصدى في بئر جف، في يعني في عام الفيل اللي اتولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سبقته معجزة. هي المعجزة اللي سبقت ميلاد عام الفيل اللي اتولد فيه الرسول. ربنا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. لما جاء أمرها ملك الحبشة يهدم الكعبة ويستعمر مكة، ربنا ما سمحلهوش. يعني ده اللي عمل اتولد فيه الرسول، ازاي هيجي سيد الخلق في بلد مستعمرة من ظلمة وكفار من أبرهة ملك الحبشة إزاي؟ فعمل أرسل عليهم طير أبابيل. طير الأبابيل دي يمكن الناس ما عندهاش فكرة إن هي موجودة لغاية دلوقتي، موجودة في الكعبة.